العقد الاجتماعي ما زال سارح الكلام، اللي هو بيتقال اللي هو تبع اوروبا، لا والدوله ملزمه بيه، وده اللي انا قلته في اللقاء الاخير اللي كان في القاهره والناس، ان الدوله ملزمه بان تتوفر فيها العقد الاجتماعي. طب اذا الدوله سابت الشباب كده قاعدين على القهاوي، لا لاقيين سكن ولا لاقيين عمل ولا عارفين يتجوزوا، ايه العمل؟ يعملوا ايه؟ قال لك ايه بقى؟ روح واعمل ثوره وهد الدنيا. اللي بيقول لك ده عايز الدنيا تولع قدامه، عايز جنازه ويشبع فيها الارض، ممول من بره عشان يولع بلدنا. وطن يوز لازم يظهر فيها ناس زي الفل.